أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الخوارج كفار أم مبتدعة؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، هل المقصود بذلك الكفر الأكبر أم الأصغر؟ الجمهور على أنهم ليسوا كفارا، وإنما المراد الكفر الأصغر، فساق ولا يكفرون. ولما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنه يقاتلهم، قيل له: أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا. فعملهم هذا عن جهل، عن جهل واجتهاد خاطئ، ما تعمدوا هذا الشيء، فهم أهل ضلال وليسوا كفارا خارجين من الملة. ومن الأئمة من كفرهم، من الأئمة من كفرهم كالإمام البخاري وغيره، حكموا بكفرهم وخروجهم من الملة. نعم، لكن الجمهور على القول الأول، وأن كفرهم كفر أصغر. نعم.